طيب ميسي، هل تتوقع النهارده كان المؤتمر الصحفي لأعظم لاعب كرة قدم في العالم خلال هذه الفترة، في الفترة الأخيرة، ليونيل ميسي، هل تتوقع انتقال ميسي للبريمير ليج خلال هذا الموسم ولا لا؟ يعني هيفاجئني صراحة، لأن هناك فقط ناديان على مستوى أوروبا كلها اللي تقدر تتحمل الحجم المالي لميسي. تشيلسي ربما يكون أحد هذه النوادي اللي يعني اللي تقدر ان هي تمول مثل هذه الصفقه، ولكن انا بقول ان مانشستر سيتي مش هيكون عندهم ما يكفي لضم ميسي، وبالتالي ما بيتهيأليش. طيب معلش، بما اننا بنتكلم عن النواحي الاقتصاديه، هل من المتوقع ان راتب محمد صلاح قد يكون عائق بالنسبه لليفربول خلال الفتره اللي جايه، بالنسبه طبعا للناحيه الاقتصاديه، لانه جائحه كورونا عامله مشكله كبيره في هذا الامر، او من الممكن ان يتخطى سقف الرواتب في ليفربول؟ أنا شايف إن صلاح إن النادي عنده إمكانيات مادية كويسة، وإن هم يوفروا لصلاح عرض مناسب، ده شيء أنا بعتقد إنه هيعملوا اللي يقدروا عليه عشان يخلوه سعيد، لأن النهارده اللاعبين، إنك تجد لاعبين من هذا المستوى، حتى وإن كان بعض اللاعبين النهارده بيطلبوا أرقام مجنونة على حد تعبيره، إلى إن إحنا هنحاول إن يكون الصفقة في صالح صلاح والنادي. ممكن اعرف ده سؤال بقى عايز اساله لحضرتك، ممكن اعرف رايك الشخصي، اول ما عرفت ان محمد صلاح قادم لليفربول من 4 سنوات، كان رايك ايه في هذا في هذه الصفقه؟ نعم، احنا شفنا ان هو هيكون اضافة كويسة من اول لحظة. طبعا احنا كنا عارفين كويس عن مهاراته، وانه لما لعب للبازل والايطاليا، طبعا مش عايز اقول لك فاجأنا بالمستويات اللي حققها في السيزونز الاولى وطبعا لما وصل لهذا الليفل العالي جدا ابتدى الناس يبقى عندهم تطلعات اكتر واكتر فيه، وانا شايف ان النهارده محبين النادي ومحبين الكره على مستوى العالم بيدوروا دايما يتفرجوا على كره صلاح.